السلام عليكم، معكم طلال نقار، بتابع معكم بعرض حالات سريرية بنقص الصوديوم أو اضطرابات الصوديوم. وصلنا للحالة رقم 13. في عندي مريضة عمرها 55 سنة، مقبولة بقسم العناية المركزة، عندها ذات رئة كومبليكيتد بقصور تنفسي حاد مع سيبتيك شوك. ضغطها حاليا أو عند القبول كان 80 على 46، نبض القلب 120، حرارتها 38.4، عندها ليكوزيتوسيس، عندها تعداد الكريات عالي، عندها سيبتيك شوك باختصار. مريضة انتيوبيتد، معالجة بالمضادات الحيوية بالفانكوميسين والزوسين، البيبراسيلين مع تازوباكتام. هلا بسبب هبوط الضغط عندها اكيد هي على بريسورز، على مضاد، على دواعم، شيز على النور ابي، على فيزوبرسين مشان حافظ على الماب 60 بهالحالة او 65 عموما. خلال 72 ساعة تحسن ضغط الدم، عندها صار ضغطها 100 على 60، نبض القلب 96، بعدها انتوبيتد، بعدها سيديتد، عندها ما في إديما بالفحص السري، ما في عندها وزمات بالطرفين السفليين. تحاليل الدم عندها نقص الصوديوم عندها من 140 أو 41 عند الأدميشن، وهلأ 128 خلال 3 أيام، وينزل تدريجيا كل يوم. اليورين أوزمولاريتي تبعها 410. صورة الصدر في عندها تكثف بالليفت لور لوب، بالقسم السفلي أو الفص السفلي للرئة اليسرى، بس ما في عندها موجودات رئوية ثانية بالفحص بصورة الصدر، يعني في عندها ذات رئة. فما هو أفضل تدبير لهالمريضة لنقص الصوديوم اللي عندها؟ نحن حنعمل ريستريكشن للفري ووتر، ما نخليها تشرب مي بالإنج تيوب، او نخفف عنها الفري ووتر. فشو هو الاضافه لهذا الشيء؟ شو ممكن نعمل لحتى نعالج نقص الصوديوم اللي عندها؟ هل انه نعطيها ليزكس اي في؟ هل انه نبدل الفيزوبرسين بالنور ابي، او يعني نعطي فيزوبرسين بدل النور ابي؟ هل انه نعطيها 3% سالين اللي هو الملح المركز؟ هل هو نعطيها الاي في ميديكيشن بالسالين، يعني انا اخبر الصيدليه انه انا ما عاد بدي دي 5 ووتر للاي في ميديكيشن، فقط بدي سالين ملحي، او اني اعطيها اي في هيدروكورتيزون؟ فشو هو الخيار الافضل لمريضه عنايه صار عندها نقص صوديوم مثل ما وصفت لكم اياها وهي سيبتيك شوك؟ شو بتختاروا من الخيارات الخمسه؟ حقيقة إعطاء الليزكس لمريضة عندها صدمة إمتانية وبعدها ربما على الدواعم وما في عندها وزمات بأطرافها، ربما ما هو الوقت المناسب للدي إسكيليشن بيسموه. إعطاء الليزكس بهالحالة مو صحيح. الفيزوبرسين للنور إم في ما بيفرق، والفيزوبرسين هون بينعطى أز أن إنفيوجن أز بريسور، تمام. طبعا هون لا، عفوا، انا قلت غلط، انه ريبليس الفيزوبرسين وذ نور اي بي، انه الفيزوبرسين الانفيوجن، لانه هو الفيزوبرسين هو عم ينعطى كداعم للقلب، هون داعم للضغط. فهل هو بيعمل نقص صوديوم بحد ذاته؟ لا ابدا، ما بيعمل بهالشيوع هذا، ودخلت فيها، انا بحثت بهالموضوع ترى، بس ما حطيته بالسلايدات. الفيزوبرسين هون بيسرع الفي 1، والتركيز تبعه او الجرعه اللي عم تنعطى ما بتعمل نقص الصوديوم بالشكل اللي شفته. هل اعطيها 3%؟ 3% هو مو علاج لنقص الصوديوم، هو علاج او هو وقايه للاعراض العصبيه الناتجه عن نقص الصوديوم، الوزمه الدماغيه. وانا هون بحالتي الصوديوم 128، ما انا محرز اعطي 3%، وما في عندي وزمه دماغيه تقول بحاجه ل 3%. هلا الخمسه رح انتقل عليها، الخمسه الاي في هيدروكورتيزون ما له علاقه بنقص الصوديوم، وهو ويعني اذا كان نقول انه هي قصور قدر عامل نقص صوديوم اديسون، ما هي هذه التظاهرات تبعها ابدا. الخيار الرابع هو ربما الاصح حقيقه، المريضه انا لازم حد من السوائل الدي 5 ووتر، او حد من الفري ووتر عم تاخذه بالانج تيوب، او الدي 5 ووتر عم تاخذه بالاي في. احيانا هدول الاي في ترى ما عاجبينكم، اذا انتبهوا قديش عم تاخذ اي في ميديكيشن، الانتي بايوتيك عم تاخذ كل 8 ساعات، وعم تاخذ كذا وكذا، وكله بيتمدد بالدي 5 ووتر، تاخذ لها لتر باليوم وهي ما انا حاسه. فانتبهوا على هذا الموضوع. ربما الافضل بهالحاله اني انا امنع عنها دي 5 ووتر وخليها فقط بالسالين اللي هي الانتيبايوتيك تبعها، اذا كان كومباتبل طبعا. وهذا الشيء الفارماسيست بيساعدكم فيه او الصيدلانيه. ليش صار عندها الهايبوناتريميا هاي المريضه؟ هاي المريضه صار عندها هايبوفوليميا، عندها سيبتيك شوك، هذا الشيء حرض هرمونات الحجم اللي هي تبع الراس وغيرها والادرينرجيك، وبيحرض الاي دي اتش. فهي عندها الاي دي اتش عالي، بدليل انه الاوزمولاريتي تبعها 410، رغم انه الصوديوم نازل الاوزمولاريتي باليورين عاليه، فاليورين كونسنتريتد، ما عم تقدر تطرح ماء حر. فاذا عم تضيف للماء انت سواء من الانجي تيوب او من الاي في اللي هي الفري ووتر، عفوا الدي 5 ووتر،
هيتراكم بجسمها وهينزلها تركيز الصوديوم، وهذا ربما يكفي انه بس وقف الادويه، وخلال لما يروح الهايبوفوليميا عند هذا العمل حسن السيبتيك شوك تبعها، التريجر للاي دي اتش حيروح، وبالتالي المريضه ممكن ترجع الصوديوم تبعها يتحسن. فمثل ما قلنا انه وقف الادويه حولها كلها للثاني بدل ما ال 5% ديكستروز، شيوع الهايبوناتريميا بالاي سي يو عالي بيوصل ل 25% من المرضى، مرتبط او هو اندبندنت ريسك فاكتور فور مورتاليتي، بيزيد اللينث اوف ستي. الاسباب الشائعه لهالحاله مثل ما قلنا هو اطلاق الاي دي اتش بسبب البيرو ريسبتور، بسبب الهايبوتنشن ومع اعطاء الهايبوتونيك فلويدز. هلا هون عم نقول انه 3% ما له انديكيشن، صوديوم ما هو نازل كثير وما في اعراض عصبيه وما في وزمه دماغيه، واظني جاوبت على بقيه الاحتمالات. ننتقل للحاله اللي بعدها، الحاله رقم 14. عندي مريض او مريضه عمرها 55 سنه، هي بحاله تقييم بسبب هايبوناتريميا. المريضه مقبوله من المستشفى لمده 3 ايام بسبب حراره فيفر، عندها الم بطني بعد ثيرابيوتيك باراسنتيسيس، عاملين بزل للحبن او بزل لسائل البطن علاجي، فواضح انه عندها مريضه تشمع هاي او مريضه كبد. فعندها حرارة وعندها باراسنتيسيس، فربما صار عندها بيرتونايتس. خلينا نحكي القصة، الميديكال ستوري تبعها فعلا نون الكوليك سايتو هيباتايتس ناش، عندها فاريسز ايسوفيجيال فاريسز، وعندها كرونيك اسايتس، فدائما تعمل تابينج تعمل باراسنتيسيس، فهالمرة صار بيرتونايتس. بالادميشن شخصوا لها بيرتونايتس، حاليا عم تاخذ اي في سيفتريكتون، عم تاخذ اي في البيومين. في عندها ادمشن سابق من قريب كان كومبليكيتد باي اي كي اي، صار عندها اكيوت كيدني انجري، هدول المرضى بيصير عندهم اي كي اي كثير، فمن خلال بسبب هذا الموضوع وقفوا لها المدرات اللي عم تاخذها، كانت تاخذ هي سبيرولاكتون وكانت تاخذ ليزكس فيروزومايد، فوقفوا لها اياهم من الادمشن السابق، فحاليا هي ما عم تاخذ مدرات. هلا الادويه الادويه البيت تبعها بتاخذ لاكتولوز، تاخذ نادولول، فكونتينيود هي حاليا عم تاخذهم. هلا المريضة عم يقول انه شي از فيلينج بيتر، فهي عم يعني حاسه انه الالم البطني تحسن، البيرتونايتس تحسن عندها، ما عندها صداع، ما عندها كونفيوجن، ضغط الدم عندها 95 على 68، نبض القلب عندها 96، عندها ويتها الوزن تبعها 52 كيلو، شي از ثين، بتوقعوا بهيك مريضه يعني مدنفه فضعيفه، شي از ابيرينج كرونيكلي ايل، يعني هذا الشيء هي السحنه بتشوفوها عند مرضى الليفر حقيقه مرضى الكبد. في عند التمبرال ويستنج، تمبرال ويستنج يعني العضلات اللي بهالمنطقه هي ما بتروح الا اذا بيكون الوليد ما عم ياكل تماما يعني. ف كوجنيتيف از جروسلي انتاكت، ما عندها اصابه عصبيه، يعني عندها القدرات المعرفيه تبدو طبيعيه. عندها الاسايتس، عندها المايلد لور اديما، مايلد لور اكستريميتي اديما، في عندها وذمات وفي عندها الحبن او التجمع السائل بالبطن. هلا هذه تحاليل الدم عندها، الصوديوم تبعها 126، البوتاسيوم 3.9، البايكارب عندها 19، الكرياتينين عندها 0.5، توتال بيروبين 3، الاي ان ار 2 عالي. بالنسبه لتحاليل اليورين عندها الصوديوم اقل من 20 والاوزمولاليتي 650. عندنا نقص صوديوم، عندنا نقص صوديوم ما اختلفنا. هل لو عملنا سيروم اوزمولاليتي حتكون منخفضه؟ انا واثق ما معموله هون بس حتكون منخفضه، فهو ترو هايبوناتريميا. هلا لما نطلع على تحاليل البول عندها، اول ما طلع تحاليل البول بيسال عن الفوليوم ستاتس تبعها، الكلينيكال فوليوم ستاتس تبعها، هل هي مريضه ايوفوليميك هايبر فوليميك او هايبو فوليميك؟ اذا بتتذكروا كان في عندها اسايتس، في عندها اديما، وهي مريضه ليفر، فهذا بيمشي كله مع هايبر فوليميا، هاي المريضه اوفرلودد. طيب لو طلعنا على اليورين اناليسيس تبعها، الصوديوم اقل من 20، وهذا له تفسيرين، اما هذا معناته الكليه عم تحبس صوديوم، اما انه في ترو هايبوفوليميا، او انه الافكتيف ارتريال بلاد فوليوم نازل، اللي بنشوفه مرضى التشمع ومرضى قصور الكبد، قصور الكبد تشمع الكبد عفوا قصور القلب، لانه هون الدم الواصل للكليتين بيكون قليل، فالكليه بتحس انه في عندها نقص حجم، رغم انه الميت بيكون اديماتوس، بيكون فيه ودمات وبيكون كذا، فمع ذلك الكليه بتحبس الصوديوم، بتحاول انه تصلح يعني تزيد من كميه الصوديوم بالجسم على اساس انه هي ما عم يوردها الوارد الكافي للترويه، البرفيوجن الكليه بيكون قليل. هذا بيفسر نقص الصوديوم، ليش الصوديوم بالبول قليل، ليش الاوزمولاليتي بالبول عاليه 650 يعني اكثر من 100، معناتها الاي دي اتش سكريتد، هل هذه سياده
سيادش بالتعريف هو ايوفوليميك بيشنت. صعب اني اشخص سيادش بمريضه عندها تجمع كبد، هي مريضه هايبر فوليميك اوفرلودد. فالاي دي اتش هون ابروبريت هو انكريز لانه حال نفس السبب، لانه الكليه حاسه انه في هايبوفوليميا، في نقص بالحجم الفعال اللي يعني يوصل للكليه، رغم انه هو الميضه اوفرلودد ان جنرال، كل الفلويد معبايه بطنها برجليها، بس الكليه حاسه انه في عندي نقص حجم، فعم تطلق الاي دي اتش او الاي دي اتش عم يفرز وعم يخلي الكليه تحبس او تمنع اطراح الماء. فلما عم تشرب ميض ماء حر عم يتراكم بجسمها، فعم يكون البول مركز، فهذا السبب الاي دي اتش سكريتد. اتمنى اني شرحت لكم ليش ووصلتكم الفكره ليش هاي المريضه ناقص الصوديوم تبعها، هاي مريضه التجمع كبد. طيب شو برايكم العلاج الافضل لهي المريضه؟ هل اعطيها 3% سيروم ملحي مركز؟ هل اعطيها تولفابتان اللي هو مضاد للاي دي اتش؟ هل اني انا يعني ريزيوم الدايريتك ريجيمن، هي بتتذكر كان في عندها اي كي اي من سابق وكان المدرات واقفه عندها، فهل لازم انا ارجع لها المدرات؟ هل لازم اعمل فلويد ريستريكشن ل 750 ام ال باليوم، او اني اضيف الديميكلوسايكلين 300 ملغ توايس ا دي؟ هذا اولد ميديكيشن حقيقه، انا ما بشوفه غير بالامتحانات، ربما من انا طالب طب بسمع فيه هو مضاد للاي دي اتش، بس ما موجود بالممارسه العمليه، موجود بالسؤال هون، ربما بنضيق عليه بشكل سريع، بس ما اظن في حدا باللي عم يسمعني هلا شافه بحياته او راح يستخدمه بحياته. فشو رايكم الخيار الافضل بين الخيارات الخمسه؟ هلا هل فينا نعطي اصلا لمريضه فرط حمل اوفرلودد تعطيها 3%؟ هل 3% انديكيتد هون بهالحاله هاي؟ ما عندي وزن دماغي اي رقم واحد، ورقم اثنين هي اوفرلودد، فهذا 3% ما حيزيد الطين الا بله، فما بينعطى ابدا، لا تعطي مريض تشمع كبد او قصور قلب 3%. هلا في دراسات جديده وما انا ماني شاغل بالموضوع ابدا، ممكن يعطى 3% لمرضى قصور القلب، بس اذا انت ما يعني ما انك متمرس بالموضوع، كيف تعطي 3% لمرضى قصور القلب وتعطيهم مدرات يعني بالريفراكتي اديما لمرضى قصور القلب؟ ما بنصحك تفكر فيها كخيار علاجي، اكيد للمقيمين المبتدئين مو شغلتك هي، بدك اخصائي قلبيه متمرس وبيشتغل هالشغله، وانا صراحه ماني شاغل بهالموضوع ابدا، اني اعطي 3% لمريض ريفراكتي اديما، مريض قصور قلب اللي هو ما عم يستجيب للادرار ابدا ابدا. هلا تولفابتن، التولفابتن هو مضاد للاي دي اتش، هو مشكلته انه ربما بقصور القلب بينعطى احيانا، في مرضى قصور القلب بينعطى فيه، مره ثانيه ما عندي خبره فيه اعطيه صراحه، بس بتشمع الكبد بالذات في عليه تحذير، حتشوفوا بالسلايدات ليش التحذير، ولذلك ما هو الخيار الافضل تعطيه لهي المريضه. فلويد ريستريكشن 750 بحياته ما كان بيحل مشكله نقص الصوديوم وقصور، وفلويد ريستريكشن شديد لدرجه انه ما راح تقدر المريضه تلتزم فيه، فعمليا هو ما له خيار صحيح وحده. انا في نقص اعطاء السوائل للمريضه الا نخفف من شرب الماء اذا كانت عم تشرب ماء زياده، بس هو كعلاج وحيد اكيد لا. الديميكلوسايكلين هو دواء قديم، فما هو الخيار؟ ليش ما رجعنا المدرات؟ انا حكيت مره ثانيه انه بتذكر محاضره لما شرحنا قصور القلب وتشمع الكبد، مشكله نقص الصوديوم عندهم انه عندهم في عندهم كميه الصوديوم بجسمهم عاليه وكميه الماء بجسمهم اعلى، فانا لو دريتهم والله العليم ممكن يساهم بتصحيح نقص الصوديوم عندهم. فالجواب الافضل هو سي مثل ما قلنا، ريزيوم الديوريتيك. هلا الهايبوناتريميا هو اضطراب شائع بمرضى قصور القلب المتقدم، يترافق مع زياده المورتاليتي، مع الهيباتورينال سيندروم، مع البور اوت كم افتر ترانسبلانت، بعد الترانسبلانت بيكون انذاره سيء. العلاج نقص الصوديوم بهدول المرضى انك تقدم علاج خصيصا لنقص الصوديوم هو موضع خلاف كونتروفيرشال، انا شخصيا بطلع فيها انه فقط انا بعالج فرط الحمل وهذا هو العلاج، غير هيك ما في علاج او ما في فائده اضافيه. ما في اي ايفيدنس مثل ما قلنا انه لو صلحنا او انه اعطينا الدواء الفلاني انه نصلح الصوديوم عند هذول المرضى انه هذا الشيء حيقدم او ياخر، ما دام المريض اسيمتوماتيك ما عنده اعراض او الصوديوم عنده اكثر من 120. فبغياب الهايبوتنشن وغياب الاي كي اي وعندي ايفيدنس باكسترا سيلولر فلويد اوفرلود، عندي الحجم خارج الخلوي زايد، المريضه عندها حبن، عندها اديما، فالعلاج مع الدايوريتك مع الفلويد ريستريكشن والله العليم ممكن يفيد. يعني هي هذا خلاصه التدبير. هلا هذا الفلويد ريستريكشن ما حينزل الصوديوم بذاته، بس حيمنع فيرذر اكسبانشن، ممكن يسهل انه طرح الماء اللي اكسترا الموجود مع الادرار الحالي. هلا لما المريضه الاوزمولاريتي لليورين تبعها 650 اعلى بكثير من البلازما،
في هالحاله صعب جدا انك انت فقط تعطي فلويد ريستريكشن يكون كافي انه يصلح الصوديوم. غالبا المريض الواعي ما بيقدر يتحمل هذا الفلويد ريستريكشن، انك تطلب مريض يشرب 750 ام ال باليوم غالبا المريض ما حيتحمل هذا. الديميكلوسايكلين هو بيخفف من تاثير الاي دي اتش على الانابيب الجامعه، هذا هي آلية تأثيره. هو من الأدوية القديمة، هو من التتراسايكلينات، بيعمل غثيان، بيعمل إقياء، هذا اللي عم أقرأ عنه ما شفته صراحة. بولي توليريتد، عدد المرضى ما بيستج يعني ما بيتحمل وياخذوه. ربما يعني الأساطين الطب اللي جربوا يشتغلوا بالتسعينات أو الثمانينات، والله يعني ربما كان موجود بس أنا ما شفته أبدا غير كتب الأدوية تبع كلية الطب حقيقة. ممكن يعمل اي كي اي بمرضى التشمع، ولذلك بهدول المرضى مثلا ما له منصوح فيهم، ما له مفضل. وغير هيك يعني عمليا ما حتشوفه، يعني ربما لو حبيت تجربه ما حتلاقيه صراحه. ف يعني انا السؤال هو تعريفي هذا الدواء حقيقه. هلا تولفابتان هو الفي 2 ريسبتر انتاجونست، هو مضاد لمستقبلات الفي 2 على مستوى الانابيب الكلويه. هذا الدواء لما هو طبعا اساسا تولفابتان بينعطى لمرضى نقص الصوديوم، هي احد الانديكيشنز تبعه هو السيادج، وبينعطى بمرضى البوليسيستيك كيدني ديزيز. البوليسيستيك كيدني ديزيز يقال، او يعني دراسات اثبتت انه الاي دي اتش بيزيد من حجم الكيسات، فانت ممكن تعطي هذا الدواء تولفابتان، واثبتوه بدراسات وشافوه انه بيخفف او بيبطئ من سير او تقدم المريض اللي باتجاه القصور الكلوي، فبيخفف من خفض من ضياع الجي اف ار. هاي دراسة مشهورة مثلا اسمها تيمبو، فدرسوها عن مرضى البوليسيستيك كيدني ديزيز التولفابتان، واثبت انه خفف او بطأ من سير او تدهور القصور الكلوي او تسريع، يعني بعد الميد عن دياليسيس مثلا بسنة او سنتين او 3 سنين او كذا. فخلال الدراسة لاحظوا انه التولفابتان ترافق مع ارتفاع بالليفر انزيم، ارتفاع بانزيمات الكبد، وهذا الشيء خلى في عندك الله خليني اقول فلاج، يعني ريد فلاج، انه التولفابتان مع مرضى الكبد ما هو كثير مفيد، او يعني خلينا نكون حذرين بمعنى اخر. فعمليا دواء في عليه ريد فلاج، وهو اصلا تخفيض الصوديوم ما هو كثير يعني تارجت بحد ذاته بمرضى التشمع، غير انه تحسين الحاله العامه، ودواء مكلف، فلذلك ما هو منصوح او ما في كثير ناس بتشجع تعطيه بمرضى التشمع. الاغلب اللي بيعطوه اذا بده يروح يكون قلبه قوي، وفي دراسات يشتغل على مرضى قصور القلب. الهايبرتونيك سالي مثل ما قلنا ما هو علاج مفضل للكرونيك اسيمتوماتيك هايبوناتريميا، ممكن يعمل اوفر كوركشن طبعا بمرضى يعني بيرفع الصوديوم بشكل سريع لو اعطيته كميه كبيره، وهدول مرضى التشمع على خطوره عاليه للاو دي اس، تذكروا هذا الكلام. اضافه للصوديوم لود، انه انا ما بعطي الصوديوم لود لمريض اوفر لودد الا يعني بحذر. ننتقل للحالة الأخيرة بالجلسة هاي، الحالة رقم 15. عندي مريض وزنه أو عمره 65 كيلو، 65 سنة، جاي على المريض، جاي عند الطبيب عم يشكي من سقوط، يعني عنده سقوط متكرر. المريض عم يشكي من فقد التوازن، فات بالحيط عمليا قبل ما يقع على الأرض، ما صار في رد على الرأس عنده، ممكن يعني انجري بسيطه او اذيات بسيطه بسبب السقوط. زوجته عم تقول انه حاليا او بالفتره الاخيره هو انستيدي، ما انه ثابت مشيته، كونفيوز احيانا. هلا نحن عم نحكي محاضره نقص الصوديوم، فغالبا هي اعراض نقص الصوديوم، بس اللي حابب اذكره انه السقوط المتكرر عند المسنين، ابحث عن الصوديوم، فاذا كان منخفض فربما يفسر ليش عم يصير معهم سقوط متكرر، مربوط بشكل فيه جود كوريليشن بتوين نقل الهايبوناتريميا مع المالتيبل فولز. الفحص السريري للمريض، الفحص الفيزيائي المريض ضغطه 110 على 68، نبضه 78. المريض بالفحص العصبي ليثارجيك، يعني عنده نوام او ميل للنوم، ليميتد اتنشن اند ريكول، ما بيتذكر منيح ما هو ما هو يعني مركز. فحص بقية الفحص كان طبيعي. هي تحاليل الدم عنده، الصوديوم عنده 118، البوتاسيوم 3.4، كلورايد 85، بايكارب 25، البي يو ان كان 11، الكرياتينين 0.7، الجلوكوز كان 86، السيروم اوزمولاريتي 250. ببدأ من السيروم اوزمولاريتي مع الهايبوناتريميا، هذه ترو هايبوناتريميا صحيح. طيب انا الخطوه الثانيه بعملها بتطلع على اليورين اوزمولاريتي 400 عاليه، معناتها شو تشخيص هذا المريض؟ كان ايوفوليميك ولا هايبرفوليميك ولا هايبوفوليميك؟ بالفحص واضح انه يبدو المريض ايوفوليميك، ما في اعراض فرط حمل،
ومعنى هايبوفولينيميك؟ ماني شايف الهايبوفولينيا. هلا بغياب الاعراض الصريحه لقصور قلب او تشمع الكبد، السؤال اللي دائما بينطرح حياتي بهدول المرضى انه هل هو ريدي ايوفوليميك ولا هايبوفوليميك؟ كثير احيانا بيفترض الطبيب انه هو هايبوفوليميك وبيبدا يعالج بالسالين بالسيرومات الملحيه، وهذا الشيء بيسيء لنقص الصوديوم عنده، فبنشخص وقت السيادش وبنعكس الآية ونقول نعمل تحليل السوائل. عموما ما هو السؤال هون، بس انا هذا هو التسلسل اللي بيصير عادة. يعني لما بيكون في ديليما حقيقة، يعني ما انا عارف شو الوضع، عادة بيكون بين الايوفوليميا والهايبوفوليميا. فهون المريض الاوزمولاتي تبعه 400، فالاي دي اتش اكيد عالي عنده اكثر من 100، فالاي دي اتش ريليس. هل هو هايبوفوليميك؟ لوكس لايك نوت. فهذا المريض بيتشخص سيادش معه. ليش معه سيادش؟ الله اعلم. بدنا نبحث بقى عن السبب، بدي يبحث عن كانسر عنده، بدي يبحث عن الادويه اللي عم ياخذها، بدي يبحث اذا في عنده اصابه عصبيه مثلا او شيء تصوير دماغ، وشو قلنا السبب الرابع مثلا اللي هي يا هي ادويه وسرطانات واصابات عصبيه وامراض الرئه كمان، امراض الرئه المعاصيه وهذه وكذا. فشو هو العلاج الأفضل لهذا المريض؟ مريض شخصناه سيادش مع بعض، هل هو الديسموبرسين؟ الديسموبرسين هو مشابه للـ ADH بالمناسبة، بيشتغل على مستقبلات الـ V2. معاكس عفوا، مش مشابه، معاكس لل لك عفوا، خبطت. الديسموبرسين هو مشابه للـ V2، بيشتغل مثله مثل الـ AD مثل الفيزوبرسين. الفلويد ريستريكشن ألون مشان عالج نقص الصوديوم. التولفابتان اللي هو فيزوبرسين ريسبتور أنتاجونيست مضاد للفيزوبرسين، أو الهايبرتونيك سالين بولس. نتذكر انه هذا المريض عنده سيمتوماتيك هايبوناتريميا. الهايبوناتريميا تبعه سيمتوماتيك، في عنده سيمتومز ليثارجيك، وبالتالي وجود السيمتومز العصبيه معناته عنده وزمه دماغيه، معناته انا لابد اني اعطيه البولس اللي هي 3% 100 ام ال. بقيه الخيارات الديسموبرسين هو مشابه، فهذا حيزيد نقص الصوديوم. هو ما بينعطى، بينعطى بحالات نقص الصوديوم بس مو لحاله. تتذكر وقت كنا نحن بحالات التصحيح السريع للصوديوم، او اذا من الاول انت متخيل رح يجي تصحيح سريع للصوديوم، انت بتقفل الكليه، بتعمل اللوك داون، بتوقف طرح الماء الحر، وبتصير بتعوض مع ال 3% مباشره. فيعني بتصير انه نحن بنعطي ديسموبرسين مع الهايبرتونيك، اما الديسموبرسين لحاله اكيد لا. الفلويد ريستكشن ما بيصلح صوديوم عند مريض لحاله، هي رقم واحد، بده يكون شديد وعنده اعراض عصبيه المريض. تولفابتان نفس الكلام، هو لنقص الصوديوم المزمن، ما هو نقص الصوديوم العرضي بهالحاله. هلا عم يطلب انه ننفي الميكسوديما، الهايبوكورتيك الكورتيزوليزم اللي هي الاديسون. طبعا انا باحد المحاضرات قلت كنت عم اقول كوشنج، وانا عم احكي عن اديسون طبعا مشان بس التصحيح يعني. فالمريض مشخص سيادش مثل ما قلنا، ووتر انتوكسيكيشن. السيادش فيرسس ووتر انتوكسيكيشن هون حاطط التشخيص التفريقي، مع انه ما في وزمه خاطيه ولا في هايبوكورتيكوليزم او اديسون. الووتر انتوكسيكيشن بيترافق مع تثبيط للاي دي اتش، فبيكون الاوزموليتي تبع اليورين منخفضه، هون الاوزموليتي عاليه وهذا بيدعم تشخيص السيادش. التصحيح بده يكون 4 ل 6 ميك لتخفيف الاعراض باليوم. ممكن نعطي 100 ميل بولس، ممكن نكررها مرتين او ثلاث مرات حتى نروح الاعراض وننتظر 24 ساعه. هلا هون بقى على معدل التصحيح، هذا الكلام كله هي كلها اكسبرت اوبينيون، انه باليوم الاول 6 ل 8، باليوم الثاني 12 ل 14، باي 48 يعني توتال، قصدي باي ثيرد باي 72 14 تو 16، كله هذا افتراضات انه كيف تسمح للدماغ يعمل ادابتيشن. تتذكروا محاضره النيورولوجيكال اوت كم نيورولوجيكال كومبليكيشن. فانا الافويد اوفرلي رابيد كوركشن من خلال هذه الارقام لو التزمت فيها، والله العليم انا بقدر بتجنب الاوزموتيك ديمايلينيشن سيندروم. عموما لازم يكون التصحيح اقل من 10 باليوم الاول، اقل من 18 خلال 48 ساعه، واقل من 20 خلال 72 ساعه. هلا مضادات الفيزوبرسين ممكن تشتغل على الانابيب وتمنع تاثير الاي دي اتش. مدرات العروه ممكن كمان نفس الشيء تشتغل على مدرات العروه، بتمنع تاثير الاي دي اتش على اعاده امتصاص الصوديوم، وبالتالي بتخفف من الهايبرتونيك ميديولا، وبالتالي ممكن تخفف من تاثير الاي دي اتش على تكثيف البول. بس تجربتي معاها صراحه ما كثير مرضيه، يعني تعطي مدر يعني ليزك لمريض سيادش ويشتغل لحاله. الفلويد ريستكشن كمان جزء من علاجات السيادش، بس كلها هي بالكرونيك ما هي بالاكيوت مانجمنت. الديسموبرسين مثل ما حكينا بينعطى مع الهايبرتونيك سالين، مشان انا امنع التصحيح السريع، وهذه بهالحاله اكيد لحاله ما بينعطى.
وهيك بيكون وصلنا لنهاية المحاضرة. بتمنى أني خلال عرض الحالات السريرية اللي عم أعرضها، أني عم بسط ربما أكثر الكلام النظري اللي حكيناه سابقا، وبعدنا مستمرين. السلام عليكم.